غادي نقول لكم انا اللي غادي نقول لكم هي يتعاونوا مع هاد السيده مسكينه. انتوا كتشوفوا السكن ديالها كيفاش داير، ما في حالهاش، ما باغين حتى شي حاجه. حنا كناشدوا السلطات الامنيه وكناشدوا المسؤولين يتعاونوا معاها، يجيبوا لها غير ولدها تدفنوا قدام صافي. حنا بغينا غير الجثه ديالو يجيبوها ندفنوها حنا حدانا. هادشي اللي كنطالبوا. ما تواصل معنا حتى شي واحد، ما تواصل معنا حتى شي واحد، غير السيد اللي صيفط لينا في الفيسبوك. هضرنا معاه واكد لينا بان راه السيد راه هو هذا. صيفط لينا التصاور ديال لاكارت ديالو، ديال السنسله اللي في عنقه، ديال الوشمه اللي كاين عنده في دراعه، هادشي باش تاكدنا بانه هو الابن ديالنا. هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين، حنا كناشدوا السلطات الامنيه يتعاونوا مع هاد السيده هادي، يخرجوا لها الابن ديالها تجي وحدها تدفنوا. هادشي اللي بغينا، ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا غير الجثه ديال الولد ديالنا يجيبوها لينا هنا ندفنوها. هادشي اللي كاين. السلام عليكم. خويا حنا نهار الجمعه في العشيه هاد السيد فرحنا مع بحال اللي بغى يودعنا، هذا الاخ مروان. واليوم سمعنا الخبر ديال الوفاه ديالو، وهو من قبل مسكين هو عنده ديبلوم في الفلاحه، والهدف ديالو من هادشي كله كان كيبغي يخدم وكيبغي. علاش باغي يكلفو الوضع ديال الدار ديالو مسكين كي دايره؟ بغى غير هو كان هو المعيل عند مو، كان هو الوليد اللي عنده. هذا هو السؤال ديالي قبيله، انك تحقق الحاله العائله مسكين، حاله ضعيفه. الحل ديالو هاد مروان ايها الشباب يعني باغي يمشي باش هو كيلعب الكره، كان كيقول لكم كيفاش كان الطموح ديالو، الطموح اللي كتعيش فيه هو الحلم ديالو، بغى يقلب على راسو نتاع هي ما لقاش مسكين دي سي في زاد كلشي، وبغى يمشي كيلعب الكره وكيلعب كيلعب في الرجاء الجديد، يلعب في عقينه. كان الحلم ديالو هو يمشي برا لاسبان، باغي يلعب الكره باش يشتري المدرب، هذا هو الهدف ديالو، الحلم ديالو، الحلم ديالو بغى مسكين ما شاء الله الله يرحمه. هذا هو الهدف ديالو. دابا حاليا كنشوفوا غير مسكين باش على الاقل الجثه ديالو تجي لان مورا ما عندهاش ما عند ما صفر ما شنو نقول لك ما عطاكش شي وصف، ما نقدرش نوصف لك الانسان فات مساك بواحد الدرجه اللي غاديش نقول لك. المهم المساعده ديال الجثه تجي هي الاولى، عاد نشوفوا الامور الاخرى. اللي كانت شي مساعده راه السيده راه في حاله، لا باش نعاود لكم راه ما هادشي ماشي هادشي ماشي كيحشم، وانما الفقر راه ماشي عيب ولا حرام، ولكن هذا مسكين مور الحقوق على مسكين هذا الشاب. لولا الطموح ديالو انه بغى يغير يعني ديالو يعيش لما هذا ما يمشيش ما يمشيش ما يمشيش ما يمشيش. والابتسامه ما كتفارقوش مسكين، ديما يضحك وما عمر تعيب مع شي واحد، كيلعب معنا كاع الكوره اللي كيكون فيها بنادم مقلق وداك الشيء، وفي الاخر كيجي يتسامح مع اي واحد خاصم معاه، هو كيجي يطلب مسامحه كانه مسكين كانه عارف هذا النهار غادي يكون عنده. الله يرحم مسكين، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحم مسكين، الله يرحم، اللهم امين، اللهم حنا ما صابرينش، والله حنا ما صابرينش من جهتي، والله ضرنا والله الا ضرنا. نقول لك واحد النقطة، هو مروان ماشي ما كيعرفش يعوم، مروان راه يمشي حتى 15 كيلومتر ما يغرقش، شو الأسباب باش غرق مسكين؟ بغى يعتق شي واحد، الطيبوبة ديالو، ما هو كيعوم مزيان، شتي مروان كيعوم مزيان، ماشي ماشي أنه البحر ما كيديرش اللي ما كيعرفش يعوم، هو كيعوم. النصيحة هي الإنسان ما يبقاش يحرق بهاد الوسائل ديال العومان، ومسكين مشى بالعومان ماشي فلوكة. أنا وياه ما مشاش بالفلوكة. لا راه قطع بالعومان، راه كيعوم، الدري راه كيعوم. يعني مسكين هاد الشكل. راه عومان مشى قطع بالعومان، راه قطع بالعومان، راه بحال هذا راه مسكين راه كان كيعوم مزيان، ولكن ما تغمضوا يا عيني صراحة، ولا باغي يوصل لواحد الحلم من راسه في خيال في دماغه باغي يوصل ليه، أنه كيلعب الكرة ورياضي. وما شاء الله الله يرحمه مسكين، الله يرحمه، 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 الله يرحمه،